هذا لحظة وصول الوالد الله يحفظه. مطبخ الدرام عقها. اسحب الليسن عنده. حما جمال حيا خالد، حالك معرس دمور. ابو سلامه انا الشيعي. ازيك الاخ زايد؟ زايد استاذ زايد زيودي حالك؟ اشوف كيف مره ثانيه زيود حبيبي. هذا الشيخ خالد قصص شوف طريقه ابو سلطان هاي. شوف يوسف قارنة. يوسف نعم الطريقه العجيبه ها يوسف يصورونك. شوف تشتغل اضحك عينك. ها سلم بس شوي بشوف شوي بعدين تنفجر. ما عليك انفجار. ما مدفون هذا مقصدر وجاهز بيندفن بعد شوي ان شاء الله. النور نفسه ما استوى حار برضه انطبخ الذبيحه بعد ما شاء الله غلفت. اقول لك صدق يا اخي وين انت؟ ها فول فول بالدبان. هلا 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 ها بعد الكرك. منو مسوي الكرك؟ انا ها سعود ها ولابس هالسماعه تقول استخبارات مصريه زين. عبد الرحمن يا شوفي اقول لك هالباب وين يودي؟ برا برا مسكر برا. لا تمر علي ولا امر عليك. ابو احمد لا تمر علي ولا امر عليك. يقول والله العظيم خليني شيء انا مزاجي كذي. اوه متعكر ما تقدر تعرف انت يعني. يوسف وين؟ ها ابو احمد شو تقولنا عن المكان؟ والله المكان ما يتفوت صراحه. اتمنى يكون عندنا واحد ان شاء الله. ان شاء الله يعني اقول حق ابو عبد الله كذي خليه يجتهد ونخطط ونشتري لنا واحد. في البوسنه صعب كل الباص مالنا خربان. هذا الحين مرحلة أبو عبد الله. هاي مرحلة فتح المدفون. يلا وياكم هذا الحين. يلا قاعد يصورها خلاص كل شغال. ما غير ثيابك؟ نسيت ولا شو؟ زين وين تبغى نحط مبارك؟ شو رايك نجرب واحد قبل ما نطلع؟ ما تقدر خلاص حب. هال ها المقبض ها. يلا ترون عبد الله. نعم بسم الله. بنحطه هنا ولا وين حطه؟ وين ما شاء الله. ايش اللي عندك؟ لف عاد ضرار. ايوه اخوي 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 اضرار عاد معطينا الظهر شوي سكرت علينا. ايوه هذا حار.
يلا هاي الذبيحه الثانيه هاي تصبصب ماي وايد ما ادري بس الامور طيبه عاد الحمد لله. بعد الغداء كله بعد الغداء حاضرين غدوا اول يا اخي. طيب يجون يشلون هذا وين وايد يلا يلا بس بس كافي كافي اقول لك اوه منو هذا منو ها خالد 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 طبعا هني الشباب الان ياسين اللي يلعب كيرم واللي يلعب ورقه. هذا جانب من الحديقه طبعا مسوي صاحبها بشكل تراثي جميل صراحه الجلسات جميله. ايوه حط الوزن من رجولك.